اسمع. ايوه بكره في امتحان. صح امتحانات. لازم تبصير. اسمع السؤال الاول لازم يكون سهل. شو راح يجي بعد 2020؟ الف ايفون باء علامة استفهام جيم خير الف خير الف نفسه فكر. يس يس صح دا جميع ما ذكر. هذا سؤال ثاني. إذا كان مع أحمد 5 تفاحات وأكل أخاه 3 تفاحات فكم عدد نجوم في السماء؟ السؤال مش منطقي. اسمع صح احنا بدنا ايش؟ لا هم يفهموا ولا احنا نفهم. بدنا اياهم ايش؟ يفتحوا يخافوا عشان ايش؟ عشان يرسوا. السؤال الثالث ما لازم يكون اثبت. اثبت ان الكره الارضيه مربعه. اكتب 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 اكتب. هسه بدنا سؤال تعبير. اكتب موضوع تعبير عن قهوه. في 3 جوال. اكتب. هذا السؤال الأخير. إذا كان قاف السين تساوي 3 صاد أين كان محمد امبارح الساعة 11؟ اكتب. يلا اصحى يلا بنصلح الأسئلة. لازم اسمع أنا فكرة. شو هذا راسب خالد ناجح. زم والله انت عبقري. زم وفرت علي وقت كثير. لا اسمع ايوه شو رايك نغير الطريقة؟ شو عندك؟ راسب را ناجح راسب. يد ايوه طلع شو الجواب يا استاذ. انا ما بعرفش الجواب. لا لا ليه مو جواب؟ ليه مو جواب غلط؟ اسمع ايوه جوابه بيكون غلط بس الشعور الداخلي احساسه صح. نشعر والله.